كل نفس ذائقة الموت. فالنقطة التي لا يحابي فيها الله أحدا إنك ميت، يعني من هو اللي يهدر معه؟ ليه يتكلم معه؟ شكون هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حبيبه وخليله، قال له من دون محابات إنك ميت وإنهم ميتون. كامل قانون على الجميع، مؤكد هذا القانون، لا يحابي أحد ولا يستثني أحد. وهذا هو القاعدة التي ليس فيها استثناء إلا ربنا سبحانه وتعالى، لأن القاعدة هنا عامة المخلوقات، فلا استثناء فيها. كل نفس ذائقة الموت، ما فيهاش إلا إلا إلا، ما فيهاش، كامل الناس. ولذلك الموت لما يذكر في القرآن يأتيكم بغتة، كش مقدمات، ما كاش والله ما تسعى مقدمة، والله ما يجيك خبر ولا رسالة في البيت بعد 3 أيام سنقبض روحك، لا يستأذنك أحد، تموت في أي لحظة، في أي لحظة، ولا تراعى في أي حالة كنت. ما يقولكش استنى البس حوايجك ولا استنى تدخل الدار ولا، مكاش هذه مكاش. في أي لحظة راك تسوق تموت، راك تعمل تموت، راك تخدم في أي حاجة، تكتب تموت، راقد تموت، نايض تموت، تاكل تموت، في أي لحظة، يعني في أي لحظة. أنا دقيق معي، دقيق، في أي لحظة. فهمها مليح هذه، كي تروح للدار ركز فيها مليح، في أي لحظة. يعني مازال ما يقولش أنا دوك احنا عقب الباك ربي ما يدينيش دوك سنحتكم الباك، ولا أنا مازال راني صحيح لاباس عليا ما شاء الله، عندي المناعة، راني شارب الدواء ما شاء الله، والطبيب قال لي مازالك صحيح. في أي لحظة، في أي لحظة أخي الكريم. تعرف أن آخر العمر ليس كما تتصورون، آخر العمر ليس هو السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، موش في السن 90، آخر العمر يقدر يكون وانت في عمرك 20 سنة، آخر العمر يقدر يكون بعد هذه اللحظة أو في هذه اللحظة هو آخر عمرك. كيف ستموت؟ هل تموت ساجدا أم خامرا؟ هل ستموت وأنت تعاكس البنات؟ هل ستموت وأنت تبيع في المخدرات؟ هل ستموت وأنت تسرق؟ هل تموت وأنت على المنصة تغني؟ هل تموت وأنت ترقص؟ هل تموت وأنت تسمع الغناء؟ هل تموت وأنت تدخن؟ هل تموت على طاولة الخمر؟ أم تموت مثل الصالحين؟ تموت على منبر؟ تموت ساجدا؟ تموت وأنت تطوف؟ تموت في يوم عرفة؟ تموت وأنت صائم؟ تموت وأنت في يدك المصحف تقرأ؟ تموت وأنت في حلقة ذكر؟ كيف ستموت؟ هذا الذي تعمل أنت عليه، هذا اللي قال لك ربي فيه، خرج لك واحد النصيب وقال لك كاين حاجة في الموت وهي أحوال الموت، متى وأين ما تدخلش روحك. كيف ستموت؟ دخل روحك. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربي قال لنا، قال لنا الحالة اللي لازم تموت عليها أنك تموت مسلم. نحن والله في هذه الأيام قلوب قاسية، نصلي وقلوب قاسية، نذكر الله القلوب قاسية، نعمل الحسنات والأعمال الصالحات وقلوب قاسية، قلوب قست والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الإنسان ينشغل عن ذكر الموت. إذا وضعنا الموت نصب أعيننا واللحظة التي تخرج فيها الروح نصب أعيننا، فإننا حتما سنستمر في الأعمال الصالحات، وبمجرد أن تأتي الصبوة والغفوة والزلة يرجع الإنسان إلى الله ويقول استغفر الله، استعدادا منه للحظة لا يدري متى تأتي. ثم يأتي الموت بغتة من دون استئذان ومن دون إشعار ولا إعذار. والله لن يأتيك إشعار من الله ولو بدقيقة واحدة أنك ستموت. شفتم المقاطع في اليوتيوب؟ شفتم المقاطع في الانترنت؟ كاميرات المراقبة أو الكاميرات الناقلة للبث المباشر تنقل لنا لحظات، كيف يموت اللاعب وهو يلعب، كيف يموت الساجد وهو ساجد، كيف تموت المرأة وهي تغني، كيف يموت الإنسان وهو يطعن في دين الله، يتكلم في حوار على دين الله، يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام وهو يموت، كيف يموت الرجل وهو يعاكس بنات الناس. صور فيديوهات حقيقية تبين لنا الإنسان وهو يسرق في بيت الله، يموت وهو يموت ويسرق، أعوذ بالله من سوء الخاتمة. الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا بكى؟ قدامه موعظة، أمامه ماذا؟ أمامه قبر، لذلك يبكي. هل نبكي نحن لما نرى القبر؟ بكى النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بكى لما رأى القبر، وكان يقول ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منها. القبر، القبر، تقدر أنت تدير صورة على قبر تحطها كادر هكذا إشباع في بيتك؟ ما تقدرش، منظر فظيع فظيع. لو تحط أنت الأرائك والأثاث التي تسوى مئات الملايين أمامك وتحط قدامها قبر، صورة قبر في البيت في الصالون،
تخسر لك كم الأذى، لأنها هادم اللذات، لأنها شيء يدل على مصير محتوم نحن نريد سرعان ما نريد أن نتغافل عنه. ماذا بينا واحد ما يذكرناش، رانا عندنا مشاريع في الحياة، عندنا لذات رانا نعيشوها، ولذلك لا نريد أن يذكرنا أحد بالقبر. ماذا بينا واحد يورينا حاجة يتفرحنا في الحياة برك. وهذا هو الخطأ الذي نحن واقعون فيه. والله ذكر القبر غير هو اللي يزين لك الحياة، هو اللي يخليك تمشي خطوات طيبة إلى الله. ولهذا الرسول عليه السلام بكى حتى بل الثرى. وش معناتها حتى بل الثرى؟ معناتها الدموع كانوا بزاف دموع، حتى شمخوا التراب، التراب تشمخ، لأنهم عارفين أن هذا المنزل هذا هو أول منازل الآخرة. ولذلك عثمان يقف على القبر، عثمان بن عفان رجل تستحي منه الملائكة، يقف على شاف القبر ويبكي بكاء حتى يبل لحيته ويبل الثرى، ويقال له أتذكر الجنة والنار ولا تبكي وتذكر القبر وتبكي؟ فيقول القبر أول منازل الآخرة. القبر هو الأول، إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة. القبر هو بداية النهاية الحقيقية، إن بدأت بها خيرا فإنك ستلقى خيرا. ولذلك نحن عندنا حياة الأولى والحياة الثانية، عندنا حياة مزيفة دار الغرور، حياة مهما مشات تنتهي، لذاتها منقطعة فائتة مارة، لا تبقى على حال، منغص الحياة هذه. هذه الحياة عنوانك فيها هي نهايتك، حسن خاتمة أو سوء خاتمة. وأما الحياة الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، لا هي الدار الآخرة، دار الآخرة لا هي الحياة الحقيقية. وديش معناتها الحيوان؟ ربي قلنا يا الدار هذه اللي قم عايشين فيها ماشي هذه هي الدار الحقيقية، الدار الحقيقية هي الدار الآخرة. ولذلك في الدار الآخرة دائما كنقراو الجنة والنار، وش نقراو موراها؟ خالدين فيها أبدا. علاه يقولها ربي هذه؟ يعني بك يقولها هكذا برك وخلاص، زيادة وخلاص، يقولها من أجل القافية؟ يقولها ربي سبحانه وتعالى باش يركز فينا ويرسخ فينا باللي راكم حابين الدار اللي ما تخلصش. يا الناس اللي تربيتوا على الحرص وجبلتم على الحرص وتحبوا الحاجة اللي تكسبوها ما تخلص لكمش، أرواحوا للحياة الأخرى التي هي الدار الآخرة اللي قال فيها رب العالمين خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها دائما، خالدين فيها لا تنتهي، ما عندهاش نهاية، من أجلها أن تعمل، هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. أما الدنيا ما فيها شيء. ولذلك عثمان يبكي لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي لماذا؟ أبو بكر بكى لماذا؟ عمر بكى لماذا؟ لماذا بكوا؟ عارفين أن بداية التوفيق تم تبدأ، يا موفق في نعيم وإما مخذول في جحيم، نسأل الله العافية والسلام. فإذا حياتنا الدنيا عنوانها النهايات، والحياة الآخرة عنوانها البدايات، لأن تلك المرحلة التي تخرج فيها الروح هي عبارة عن بداية النهاية الحقيقية، بداية الحياة. ولهذا قال بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى، قال ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله مرتين أو ثلاثا، وهو يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام إخواني لمثل هذا فأعدوا. وكان عليه الصلاة والسلام عنده خطابات جميلة أحيانا يرقق بها القلوب. انظروا إلى كلمة إخواني، إخواني يعني يا خاوتي، رانا كامل مع بعض، رانا كامل عندنا مصير واحد أمام الله وهو الموت، لمثل هذا فأعدوا. هذا هو الزاد، هذا هو السؤال اللي تسأل عنه أنت. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يسأل عن توقيت الساعة، قالوا يا رسول الله متى الساعة؟ قالوا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ وقتاش تقوم الساعة؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام وما أعددت لها؟ رد له السؤال بالسؤال. على هذا، هذا يسمى توجيه. قالوا متى الساعة؟ معناتها السؤال هذا تاعك ما ينفعش، ما ينفعكش، وما حش تلقالوا الجواب نتاعو. وماذا أعددت لها أنت؟ قال له الصحابي الجليل، قال له أعددت لها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، نسأل الله يحشرنا معهم. فلذلك الأصل في الإنسان ماذا يفعل؟ العدة، عدلها، زادك أنت وين صلاتك؟ صحيفتك وش فيها؟ وش فيها صحيفتك؟
فيها كثرة صلاة وصيام وقيام وذكر وصدقة وكلمة طيبة ونصيحة وعلم وأمر بمعروف نهي عن المنكر إصلاح ذات بين، فيها شيء من هذا؟ كم فيها إن وجد؟ كم فيها؟ وانظر إلى صحيفة الفساد تاعك، الصحيفة التي تغرقك في نار جهنم، وش فيها وش فيها من غيبة ونميمة؟ والله أنا نتحداك أنك تقدر تحسب لي المعاصي تاع يوم واحد من حياتك، كثيرة جدا. لما تحسب الطاعات نعطي لك غير ورقة صغيرة قد هذه تعمرها تقول لي هذا وش عندي. وانظر إلى الصحائف بعد ذلك يوم القيامة كيف تكون. هذه المحاسبة الحقيقية للإنسان.